السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة ورمضان كريم عليكم بإذن رب العالمين. نبدأ مع دوري السوبر الأفريقي. دوري السوبر الأفريقي بعد الأنباء من داخل الكاف بيعلن عن مواعيد السوبر الأفريقي، موعد انطلاق البطولة الجديدة في القارة الأفريقية، وأيضا نظام البطولة. البطولة لأول مرة هتقام بثمان فرق زي ما اتكلمنا، والنادي الأهلي مشارك في هذه البطولة. البطولة بنظام خروج المغلوب، هيبقى في ثمان فرق، كل فرقتين هيواجهوا بعض وهيتم خروج المغلوب، وهنصعد لنصف النهائي. يعني اللي هيشارك وهيوصل للنهائي او يفوز بالبطولة او يحصل على المركز الثاني هيلعب ثلاث مباريات، دور ربع النهائي ثم دور نصف النهائي ثم الدور النهائي مباشرة. دور ربع النهائي هيتلعب من فترة من 20 ل 27 اكتوبر العام الجاري، دور نصف النهائي هيتلعب في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الجاري، النهائي هيكون في 7 إلى 11 نوفمبر بنظام المباريتين الذهاب والإياب. كل التوفيق إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي، كل التوفيق للنادي الأهلي. طبعا مبالغ جيدة أفضل بكتير من دوري أبطال أفريقيا. أيضا بالنسبة عكس دور المجموعات، وهتلعب من فترة من 25 أو من 27 لحد 5 أغسطس البطولة العربية، فتلعب عدد مباريات كتير وفي نفس الوقت تلعب مباريات مضغوطة مش هتلحق تجهز. لكن دي ثلاث مباريات واخلع، أو كم ست مباريات، يعني مباريات ذهاب وإياب. حتى يعني حتى كمان موضوع الموضوع بتاع الذهاب والإياب كمان ده ممكن يتلعب مرة واحدة الأرض محايدة كمان، يعني حتى الآن ما تحددش هل من مباراة واحدة ولا مباريتين، يعني ربع نهائي أو نصف نهائي، هل هتلعب مباراة واحدة أو مباريتين. لكن أغلب الظن يعني إنها ممكن تتلعب من مباراة واحدة يعني على أرض محايدة. تعالى واخلع عن شريه ثلاث مباريات، هننتظر وهنرى. لكن دي المواعيد ودي النظام بتاع البطولة الخاصة بدوري السوبر الأفريقي. العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات لي خاصة بمباراة الهلال السوداني وموعد طرح التذاكر الخاصة بالمباراة، قال لك هيتم طرح تذاكر المباراة يوم الأحد زي ما أعلنت لحضراتكم بالأمس يعني، وقال لك الأسعار هتكون أقل من المعتاد عليه في المباريات المحلية والقارية. المحلية كانت بتوصل لـ100 جنيه يعني، فهي كانت بتتكلم في حدود مثلا 50 أو يمكن تقل شوية، فده شيء جيد وتحرك من لجنة المباريات بالنادي الأهلي والجلسات اللي عقدتها مع شركة تذكرتي لتخفيض التذاكر يعني. بالنسبة للنادي الأهلي والأنباء الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا موضوع بارسيتا والكلام عن سان داونز، وأيضا في الساعات الماضية زي ما نقلت لحضراتكم كلام على أن نادي بيرنلي في معجب ببارسيتا وأنه ممكن يبعت يتعاقد أو يرسل طلب لتعاقد معه. حتى الآن نادي الأهلي، مصدر النادي الأهلي بيقولك لم يصلنا أي عرض لبيرسي تاو وما يتردد غير صحيح في الوقت الحالي. وأيضا يتكلموا أن هدف النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية هو التجديد لبيرسي تاو، لأن مارسيل كولر معجب ببيرسي تاو، وقال لك أن النادي الأهلي بينتهك سياسة تجديد العقود حتى لو اللعيبة هتخرج على سبيل الإعارة لمنع المنافس من أو أي منافس يعني لمنع المنافسة أو الدخول في منافسة مع اللاعبين، للتفاوض مع اللاعبين، أي أندية يعني تخش تطمع اللعيبة، وخصوصا أنت بتجدد عقودهم مع اقتراب انتهاء العقود بتاعتهم، فبتجدد العقود مرة أخرى يعني.
تصريحات لوزير الشباب والرياض، تصريحات صادمة خاصة بالحضور الجماهيري لمباراة منتخب مصر وملاوي اللي هتقام الليلة الساعة 9 مساء على استاد الدفاع الجوي. وكنت قلت لحضراتكم اتحاد الكرة المصري بيناشد الجماهير المصرية انها تحضر المباريات، الا ان الصدمة كانت قاسية. الوزير بيقول لك في تصريحات ليه حتى الان لم يتم بيع اكثر من 2000 تذكرة، هم محددين 20,000، لكن اللي اشتروا تذاكر وممكن يحضروا هي 2000 مباراة. الموضوع معروف وسببه معروف، ولكن واتمنى ان ده ما يأثرش على النادي الاهلي هذا السبب. يعني موضوع الامن وموضوع المباريات وموضوع ادوات التشغيل وادوات التشجيع وموضوع الارقام وموضوع بيخلي الناس اهاليها الناس تخاف على اولادها. يعني ممكن يروح الماتش، ممكن حاجه تحصل، ممكن كرسي، ممكن حاجه، فالناس خلال حصل فيه تخوف رهيب من الناس من حضور المباريات. الفكره مش فكره عزوف عن حضور المباريات او الجمهور مش عايز يحضر، الجمهور عايز يخرج وينبسط وبتاع، لكن هي الفكره كلها فيما بعد لحظة الانبساط ولحظة ربنا يعديها على خير ويسترها بإذن رب العالمين. خالد مرتجي في تصريحات إذاعية ليه اتكلم في عدة أمور، قال لك من ضمن الحاجات اللي بيفكر فيها والنادي الأهلي بيفكر فيها إنه نقلل الأجانب في الألعاب الأخرى، لكن الكرة بالنسبة لكرة القدم يعني الألعاب الأخرى بيقول لك بنفكر نقلل عدد الأجانب فيها بسبب قصة الدولار. يعني قال لك لكن كرة القدم لا، دي 80% مزاج الشعب المصري، ما ينفعش تلعب فيه مزاج الشعب، لان لازم تقب وتغطس وتوفر الدولار باي شكل. يعني واتكلم عن من يدير اتحاد الكره المصري، قال لك الله اعلم مين اللي بيدير اتحاد الكره المصري دلوقتي، لكن لازم اتحاد الكره هو اللي يدير الكره بفكره وما يستناش حد يملي عليه، ما حدش يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. واتكلم عن النادي الاهلي والتعاقد وفكره التعاقد او طلب التعاقد مع مهاجم، قال لك الاهلي محتاج مهاجم اكيد، بس مش معنى كده ان انت ما عندكش مهاجم، لا انت عندك احسن مهاجمين في مصر وكنا عاوزين نجيب مهاجم، لكن الانتقالات الشتويه صعبه قوي لان ما فيش فرق بتحب تسيب مهاجميها. ان شاء الله يكون قدامنا الفرصه من دلوقتي لحد الانتقالات الصيفيه يا باشي مهندس. اتكلم عن مارسيل كولر والفتره اللي قعدها مع النادي الاهلي، وهل استعد وعمل فتره اعداد كافيه ام لا. قال لك كولر جه في شهر 9 سبتمبر، قال لك مش بدري وده وقت ما يعتبرش كتير، قال لك ودلوقتي بيحضر افضل، وقال لك ان شاء الله هيكون في مهاجم، بس انا ما عنديش فكره عن الجنسيه، جنسيه مهاجم ايه، لان في لجنه كره وناس مشرفه على الكره، وكابتن محمود الخطيب هو اللي مفوض ومعاه حسام غالي في موضوع الكره ولجنه الكره واشراف على الكره. وقال ان ثقتي عمياء في رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، والفتره الاخيره احنا واخدين كام بطوله مع الكابتن محمود الخطيب، والمشكله ان الاهلي اتولد انه يبقى رقم واحد، وجمهور الاهلي سقفه عالي قوي، والسقف وصل لانك لازم تكسب ريال مدريد وفلامينجو. ده يوضح قد ايه قيمة النادي الاهلي، وصلنا اننا كان لازم نكسب ريال مدريد وكنا قريبين قوي. هذا الكلام يا باشي مهندس غير حقيقي، محدش قالك لازم، حد قالك نأدي اداء جيد نأدي ومبسوطين، والجمهور كله لم يغضب من الخسارة الخاصة بريال مدريد، الا بس احنا الفرق الاهداف اللي جه في اخر دقيقتين ده اللي زعل الجمهور، ثم ان طبيعي ان انت تتغلب من ريال مدريد، وضع طبيعي يعني. ففكرة الجمهور والله هو عارف ايه وعارف قدراته وعارف امكانيات النادي وعارف هو بيطلب ايه من ادارته ومن لاعيبته، ما بيطلبش منهم المستحيل، بيطلب المتناول. يعني كلم خالد مرتجي ايضا قال الجمهور الاهلي جمهور طماع ومن حقه انه يطمع، لان الاهلي دائما هو اللي بيسعد الجمهور، الاهلي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب انه يسعد الحالة المزاجية للشعب المصري. هذه حقيقة، يعني الناس المتعلقين بكرة القدم النادي الأهلي بيسعد مزاجهم، لكن إن الجمهور هو اللي بيخلي الإدارة، بيخلي اللاعبين، بيخلي عندهم الدافع إنه يوصل لهذا. لو الجمهور متخاذل أو مستسلم أو بيرضى بأي حاجة، أو كما قال حمادة عبد اللطيف قال لك نكسب بطولة ونخسر بطولة، ما احنا بنقول احنا كسبنا بطولة يبقى نتنازل عن بطولة، قال لك عايزين نبقى زي النادي الأهلي، زي النادي الأهلي ليه يقوم ويقع، وهذا زي ما قلت بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم الدافع الكبير من جماهير النادي الأهلي. وتحدث عن الحكام، قال لك عندنا حكام مهمين وحكام جيدين، لكن
فترة ما قبل مارك كلاتنبرج كان في حكام موجهة ضد النادي الأهلي، وكان في حكام بتخاف من أشخاص معينة في أندية معينة، وكل شيء يبدو أنه هو راجع يا باشمهندس تاني كل حاجة. ما مارك مشي، هنشوف الأخ بريرا فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام الحالي والخبير التحكيمي هيعمل إيه، هيمشيهم زي ما كان مارك كلاتنبرج مشيهم، ولا هيقضيها وخلاص يعني ونرضي كل الناس اللي عايزة تتراضى يعني. كريم ذكري لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب النادي المصري اتكلم في تصريحات خطيرة ليه خاصة بتفويت مباريات، سواء وهو كان بيلعب كلام عن الفترة اللي كان بيلعب فيها مع المصري، قال لك المصري والإسماعيلي والمصري والاتحاد والمصري وبني سويف، يعني المصري قاسم مشترك في التفويت، هو لعب في المصري ولعب في نادي الزمالك، وبرضه كان عندنا في نادي الزمالك الكابتن فاروق جعفر قال تفويت، وكان محمود ابو الدهب كان بيلعب في الزمالك قبل ما ينتقل للنادي الاهلي قال لك تفويت، وعفت نصار قال لك تفويت، والاخ اسامه نبيه قال لك تفويت. فكريم ذكري لاعب النادي الاهلي لاعب نادي الزمالك والمصري، بصراحه نوعية الفكر ده من مسؤول الأندية لا تستحق أنها تكون موجودة في كرة القدم، ده اللي بيخلي كرة القدم شكلها أو سيئة السمعة. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك.